العدد في تزايد، العدد وصلنا دلوقتي 70 لاعب تأهلوا لباريس 2024. مش هنقدر نتكلم زي ما كنا أوضحنا في لقاءات قبل كده على النتائج النهائية، لأن الاستعداد للأولمبيكس بياخد منحنى تاني خالص مختلف عن الدورات، سواء البطولات العالم صحيح. أو البطولات الأفريقية المؤهلة للبطولة أو المؤهلة لباريس. فبالتالي إحنا لحد دلوقتي كل ما العدد بيزيد في ألعاب مختلفة، فده بيدي إنديكيتور اللي إحنا ماشيين صح في الستيب الأولانية اللي إحنا نتأهل. آخر حاجة كانت في الكانويو الكاياك سما اتأهلت، فكده العدد لعبة جديدة زادت، إضافة بقى لكرة القدم والطايرة والسلاح والخماسي وبقية الألعاب والرماية اللي متأهلة ب 11 لاعب. وعلى ذكر الرماية، لسه في نهائي كأس العالم اللي كان بيتلعب في قطر، ثنائي محلبة قدر عبد العزيز اللي هو يجيب ذهبية مسابقة التراب، وعزمي اللي هو أول لاعب اتأهل قدر اللي هو يحصل على فضية مسابقة السكيت. ده نهائي كأس العالم، يعني أهم اللاعبين في الإيفنتين بيلعبوا. طبعا. يدينا انطباع إن إحنا كويس ماشيين صح. عبد العزيز ما كانش لسه اتأهل، فكون اللي هو يكسب البطولة وياخد الذهبية يبقى إحنا كده ماشيين على التراك فيما يخص الرماية. وعلى ذكر الانطباعات كمان، يعني بيتهيألي ناس كتير عندها انطباع إن المرة دي في حرص ملحوظ من كافة الاتحادات الرياضية وكل الكيانات الرياضية المعنية بفكره ان احنا يعني نتاهل بالعدد الاكبر من اللعيبه في الكم الاكبر من الرياضات، وتحس كده والله اعلم ان ابتدت الحكايه دي تؤتي ثمارها في الفتره الاخيره. اتفق معاك جدا يا كريم، وازود عليه اللي احنا بعد يعني المبادره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيره فيما يتعلق بمكافئات اللاعبين سواء طبعًا. في الاولمبيكس او بطولات العالم او كؤوس العالم او بطولات افريقيا او حتى البطولات العربيه، فده خلى بقى اللعيبه دلوقتي لا، في اهتمام الدوله وفي مكافئات الى حد ما توازي المجهود اللي انا بعمله. فلازم بقى خلاص لما هروح اكسب ميداليه اولمبيه، لا انا كده هتكرم وهاخد المكافاه اللي تديني انطباع اللي انا المجهود اللي انا عملته في خلال اربع سنين. الميداليات الاولمبيه اظن كمان بتوفر شبه معاش للي حصل عليها طول عمره بعد كده. طبعا صح كده المعلومه دي؟ طبعا بيبقى ليه مكافاه. غير الجائزه دلوقتي وصلت 2 مليون دلوقتي، 2 مليون للميداليه الذهبيه. بس 2 مليون يعني بياخدوها صافي متعلقه بقى بالضرايب وكده، بتوصل ل 250 الف جنيه. لا 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 لا، بس احنا الاول لو احنا بنتكلم اللي احنا كنا مليون فبتوصل ل 750، فلو 2 مليون وبتوصل لمليون ونص، فبالتالي ضعفت يعني.